تم إكرامه وتم الاحتفاء به، ليس إكرامه، تم الاحتفاء به واعترف بجميله على المستوى الوظيفي وعلى المستوى العملي. ونحن الآن في وزارة العدل نهيئ مديرية داخل هيكلة وزارة العدل التي يتم تغييرها، مهمتها هو الاهتمام بقضايا المرأة على المستوى القانوني والمؤسساتي، وقد يشتغل عليه الهيئة من داخل وزارة العدل وسيعلن عليها في أيام المقبلة إن شاء الله. شكرا لكل الحضانة في الحاجة. بالحضانة درتي دراسة؟ احنا درنا دراسة ولقينا بأن بعض الموظفات عندهم حاجة إلى الحضانة قبل المحاكم، لذلك نحن نهيئ إمكانية خلق تصور حول هذا الموضوع في المستقبل القريب إن شاء الله. زهير انتصار، مهندسة معمارية بالكتابة العامة لوزارة العدل. هذا اليوم هو اليوم العالمي لحقوق المرأة، اللي كنزيد نأكدوا فيه على المكانة ديال المرأة في المجتمع عامة وفي الإدارة المغربية خاصة. والمناسبة شرط باش نحتفيو بالمرأة ونشجعوها على المزيد من العطاء للاطلاع بمزيد من المسؤوليات ويكون لها بصمة في الإدارة المغربية. إذا اليوم تنظن بأن المرأة فرضت الوجود ديالها في شتى المجالات، أنت نموذج. المرأة المغربية والعاملة في الإدارة المغربية ما بقاش عاد خصها تبرز القدرة ديالها ولا تبين المكانة ديالها في الإدارة المغربية، فهي باينة، وكيبقى أن المرأة المغربية تزيد تطلع بالمسؤوليات، يعني تكون باش نحققوا مناصفات في المناصب المسؤولية بين الرجل والمرأة في الإدارة. شكرا.